أسأل الله عز وجل في آخر هذه الحلقة المباركة أن يعطي كل ذي سؤل سؤله، وأن يحقق حاجة كل محتاج، وأن يسدد أبناءنا وبناتنا وإخواننا وإخواننا في الامتحانات في المدارس وفي الجامعات وفي كل مكان وفي أي امتحان. اللهم يا ربي كلهم في أقلامهم وهم يكتبون، وفي ألسنتهم وهم يتكلمون، وفي جنانهم وهم يفكرون. اللهم يا ربنا اجعل كل إنسان يريد رغبة هي طاعة أو هي مباحة فحققها له، حتى يعلم أن هناك ربا ينير له الطريق ويريد سعادته فيمشي في طريقك ليصل إليك. اللهم يا ربنا من حرمته من الإنجاب فعوضه خيرا، عجل له بالإنجاب إن كان في سن الإنجاب من رجل أو امرأة، وإن كان تجاوز سن الإنجاب فاللهم اجعل خلفه في صحته، واجعل خلفه فيما يعمل من خير، واجعل خلفه بعد موته ذكرا له. اللهم يا ربنا كل من كان يريد بالناس خيرا اجعل روحه دائما في الخير، وجوارحه دائما مستخدمة في الخير. أخرج من قلوبنا الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، وجملنا بكل جميل يا جميل. يا ربنا أشعر قلوب نسائنا وبناتنا وأمهاتنا، أشعرهم دائما أنهم في حال تحمل وصبر من أجل عطائك الذي تخزنه لهم وتدخره عندك لهم، حتى يعلموا أنه إنما الصبر معه الفرج والصبر معه الثواب، ويعلموا قيمة حديث حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما أوتي أحد رزقا أوسع من الصبر. وحتى يعلموا أنهم وهم في محنهم وفي ابتلاءاتهم هم في رزق واسع، وهذا الرزق ثوابه وتجارته معك في الدنيا والآخرة. اللهم يا ربنا استخدمنا في ذكرك حتى نشعر أكثر بوجودك، فإذا شعرنا بوجودك وعلمنا حبك لنا ما ضرنا بعد ذلك ما أصابنا، وعلمنا أنك ما أصبتنا بشيء إلا رحمة بنا، فنطلع على حكمتك من ابتلائك لنا فنتقرب إليك أكثر فنحمدك في السراء والضراء. اللهم يا ربنا احفظ علينا بلادنا، واحفظ علينا وحدتنا في مصر وفي العالم العربي والإسلامي، واجعلنا يدا واحدة. ويا ربنا حقق فينا وحدتك التي أردت، واجعلنا دائما معتصمين بك، فسبحانك أمرتنا بذلك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم يا ربنا إننا في هذه اللحظة المباركة ونحن يوم الاثنين يوم حبيبك المصطفى، نسألك ألا تقبضنا إليك حتى تكحل أعيننا بالنظر إلى الطلعة البهية ورؤية سيد السادات والبشرية يقظة ومناما وحالا ومآلا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه، واجعله يأخذ بأيدينا حتى يدخلنا جنتك ليس لها وإنما للنظر إلى وجهك الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكرا لكم ودمتم بخير، واعملوا بورشة العمل بما قلته لكم وأنا أبدأ بنفسي، عسى الله عز وجل أن يكون في معيتنا فتبعد عنا كل الأحزان.